مباشره ودون اي طاله الكلمه كلمه للسيد وليد ودريت. بونجور. ايصال الولايات المتحده بقطاع حيوي لا يخفى على احد اهميته على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. مجددا لكم وللحضور الكريم اسمى وازكى تحياتي. يتقبل السيد الرئيس المدير العام منا ومواطنات ومواطني ولايه بورفؤاد واطاراتها المنتخبه والاداريه كل معاني عباره شكر وتقدير. زياره لحل المشاكل واخذ قرارات، هذه القرارات راح توضع في خطه الطريق اللي راح نتبعوها انا والسيد الولي على مدى تنفيذها، وبالتالي اليوم راح نسجلوا عده قرارات لولايه بورفؤاد اللي ان شاء الله راح تكون زياره اخرى نقيم فيها مدى تقدم يعني تنفيذ القرارات. الحمد لله يعني لاحظنا بكل ارتياحيه انه السلطات المحليه لولايه برج باريس جد راضيه بكل ما قام به القطاع في السنوات الاخيره. الارقام تتحدث عن نفسها ولما لا هي اعلى نسبه، لانه 99% نسبه جد معتبره. نسبه الربط والتغطيه بالغاز 98%. النسبه الاولى على المستوى الوطني. منطقه بارده ونسبه التغطيه يعني اهل وسكان ولايه البرج يعني كيف يقولها تقريبا 98% من الاسر مربوطه. نعلم انه تضاريس ولايه برج جد صعب. انا تحركت وانتقلت مع يعني مع مدير الطاقه مع الولاد مع الوزراء، يعني كاين مسالك جد صعب. والحمد لله كل المناطق هذه مويلت بالكهرباء يعني موجوده الا في الجزائر.